بعض الأطباء، ليس كلهم، بعض فيهم قلة أدب مع رب الأرض والسماء، وكأن الأعمار هؤلاء المرضى بيديهم. لا، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وولي أمر المريض مريض، ولي أمر المريض مريض، وهو كالقشة التي يريد أن يتمسك بها حتى لا تغرق. حتى لو كانت حالة هذا الابن أو هذه البنت خطير، قل له لا أموره طيبة بإذن الله، يا أخي تطمنه، حتى لو ذا بث الأمل، بث الأمل فيه. لذا سبحان الله، يعني في مستشفى الملك فهد للأورام للأطفال، رقيت طفل عمره 7 سنوات من شدة السرطان الذي أصابه في العين، خرجت العين. وكان المباشر لحالة هذا المريض طبيب أجنبي أمريكي، وكنت أرقي هذا الابن، وكنت أرقيه وأرقيه وأوصي أمه بالصدقة. فكانت تتواصل معي تقول سبحان الله، في اليوم اللي أتصدق فيه حتى العلامات الحيوية وأمور الابن تتغير. فكنت كل ما رأيت تغير في حالته أزداد بالصدقة. بعد عدة أيام رجعت العين كما كانت بعد أن خرجت من السرطان. وبسبب يا أخواني هذه الصدقة، قام هذا الطبيب الأمريكي وأعلن إسلامه في المستشفى. الله أكبر، الله أكبر. قال ما دام نحن عجزنا ونحن ضعفاء والله سبحانه وتعالى شفاها، فهذا عنده كل شيء. فأسلم ونطق بالشهادة في المستشفى. الله أكبر. هذه من القصص التي وقفت عليها وأثرت فيني منذ سنين إلى الآن. بل والله يا إخوة، والذي نفسي بيده، امرأة قالوا لها خلاص ستموتين الأطباء، والله أنها الآن تدب على الأرض لها 15 سنة، وقالوا بتموت بعد أسبوع، الآن لها 15 سنة على قيد الحياة ولا زالت تتعهد الصدقة، بل إن الطبيب الذي قال لها ستموتين هو تحت التراب. لا إله إلا الله. الطبيب الذي ما بيده شيء وكان معافى هو الآن تحت التراب، ومن كانت مريضة وهي على شفا حفرة الآن عافاها رب العزة. الحمد لله. فأقول هناك الآن من يسمعنا يا إخواني، من له مريض على الأسرة البيضاء أو في البيوت لا يعلم بحالهم إلا ذو العزة والجبروت، تصدقوا عنهم الآن بنية الشفاء، فأنتم تتعاملون مع من يحيي العظام وهي رميم، وهي رميم. اجعلوا لهم سهم في هذا الوقت، اجعلوا لهم سهم في هذا الوقت. وشال طيبة من نبي ولمن تصدق أو عساه في المدينة أو قفاه.